مساء الخير عليكم احلى متابعين في الدنيا، متابعين قناة حلويات بيتي من مطبخي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض كيكة برنسس صوفيا. دي كيكة البنات كلها بتحبها، ان شاء الله نعملها مع بعض بكل سهولة ونعلمكم تعملوا ازاي التاج. بس قبل ما نبدأ مع بعض ونشوف هنعملها ازاي، لو اول مرة تشوفيني ومش مشتركة في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نشوف الادوات المستخدمة معانا وهنعمل ايه. انا اول حاجة بعملها هي التاج. انا بعمل التاج قبل الاوردر بتاعي وقبل الكيك بتاعي بيومين وساعات ب3 ايام عشان ينشف كويس. لو انا عندي جامبست بستخدمه، دي مش عجينه سكر عاديه، ده جامبست عشان يثبت معايا اسهل. لو ما عنديش جامبست انا بستخدم عجينه السكر العاديه بس بضيف لها سي ام سي، دي ماده بتتباع برضو مع الخامات الحلويه. ببتدي ان انا اشيل الطروف بتاعتها بعد ما بعملها مستطيل كده، بشيل كل الطروف الزيادات بتاعتها علشان اشكل التاج. وبحضر معايا قطاعه شكل دايره، ببتدي ان انا اشيل منها جزء صغير زي الهلال الصغير علشان يديني شكل التاج اللي انا عايزاه. هنا بشيل الحرف عشان انا عايزه اول التاج يكون اللي هو نص الهلال دوت، الهلال الصغير دوت يكون الحرفين زي بعض. ببتدي ان انا اوقف التاج. بصوا عجينه الجامبست بتقف بكل سهوله ازاي، مش زي عجينه السكر. ببتدي اجيب فرشه فيها ميه، ببتدي على الحرفين كده ادي نقطه ميه صغيره في الفرشه والزقهم في بعض. طبعا بيلزق بكل سهوله معايا ما نقلقش منه، طبعا انا بعمله قبلها بيومين عشان يثبت ويقف كده. هو دلوقتي لسه برضو العجينه طريه شويه بس لما بيثبت بيبقى ناشف جدا، عشان لو حبينا ننقل الكيك من مكان لمكان بيبقى سهل علينا مفيش مشكله. ببتدي اجيب دلوقتي ده اللون الصغير ده، بيبقى فيه منه السيلفر والاسود والذهبي، فيه الوان كتير على حسب الديزاين اللي عايزاه. نقطة مية برضو ببتدي اثبت على الحواف كده على كل حتة من التاج، بثبت واحدة بنقطة مية برضو بيثبت بكل سهولة. بسيب التاج بتاعي ده بينشف زي ما قلنا علشان لما اجي اثبته على الكيك بتاعي يثبت ويتحمل معايا اشيل الكيك واشيلها واحطها في اي مكان، حتى لو نقلتها من بيت لبيت بالعربية مفيش مشكلة. هنا ممكن نكتب اسم عليها، ممكن نسيبها كده براحتنا، التاج زي ما انت عايزة. هنا دي عجينة السكر معايا بقى، انا خلاص كده سبت التاج ينشف. دي عجينة السكر اللي انا بستخدمها، بجيبها بتبقى قالب كده بس لازم اطريها كويس عشان اقدر افردها. طبعا احنا مع الوقت بنعرف كل مقاس كيك هنعمله هناخد قد ايه من عجينة السكر. طبعا الباكت ده بيكون كيلو، الكيلو كتير جدا على المقاس اللي انا هعمله، مقاس 18 سنتي ده كتير جدا عليه الكيلو، فبشيل منه جزء. ببتدي اطريها، ودي اهم حاجة عشان ما تشققش مني، ان انا اطري عجينة السكر كويس بايديا كده. كل ما نطريها بنحس باليونة فيها، اليونة دي بتساعد ان عجينة السكر، بصوا بقت طرية ازاي، بنساعد انها ما تشققش مني وانا شغيها. هبتدي افردها بقى. طالما انا مطريها كويس هي بتتفرد معايا بكل سهولة كده. انا فردتها كلها، هبتدي ارفعها واحطها على عجينة السكر بايديا. بصوا ايد بتفرد لتحت، يعني ايد بشد بيها وايد تانية بفرد بيها لتحت. بصوا ده اسهل طريقة ان احنا نفرد عجينة السكر على الكيك بتاعي. طبعا الكيك انا كنت عاملاه قبل كده وعاملة عجينة وعاملة كريمة الزبدة السويسرية، بس لازم لما اغطي الكيك بكريمة الزبدة السويسرية اسيبها ليلة كاملة في التلاجة. لو مستعجلة اوي بسيبها 4 او 5 ساعات، بس لما تستنى ليلة كاملة بتستحمل معايا الشغل كده، انها تستنى بره التلاجة وتاخد وقتها في الشغل، ما بيحصلهاش حاجة ولا تسيح مني ولا تتعبني في شغلها. ببتدي اخد كل الزيادات بنزلها كده على تحت الايدي، وكل الزيادة دي بقى هبتدي ان انا اشيل كل عجينة السكر بتاعتي الزيادة من داير الكيك كله. بعد ما بشيل الزياده دي ببتدي عندي اساوي الكيك بتاعي عشان ايديا ما تبصمش فيها. باداه المكوه ديت بنبتدي ان انا انزل على تحت كل الزيادات
واساوي الحروف واساوي سطح الكيك من فوق كويس جدا عشان تديني الشكل اللي احنا هنشوفه ده، ويكون كل الحواف بتاعة الكيك بتاعتي مظبوطة. بس بنزل كل الزيادات لتحت وارجع اشيلها برضو، هقصها واقطعها بحيث انها ما يكونش فيها هواء. كل اللي بينزل تحت دوت لو سبته بيعمل لي فرق هوا في تحت عجينة السكر، فيبقى شكلها مش حلو. هنشيل كل الزيادات اللي انا نزلتها، عجينة السكر الزيادة دي هشيلها. كده عندي خلاص، هبتدي ان انا هعمل من نفس لون التاج، هعمل بالمولد دوت اطار هخليه على الكيك من تحت. برضو كل الحاجات دي بتلزق باستخدام نقطة مية مش اكتر، عجينة السكر على عجينة السكر بتلزق بنقطة مية. انا عندي صورة مطبوعة للبرنسس صوفيا، هبتدي ان انا افرد عجينة سكر وبرضو باستخدام نقطة مية، هلزق الصورة واحدد الصورة كده، اقطع اللي حواليها كله اشيله استغنى عنه، هاخد بس الصورة بالاطار اللي تحتها. كده هلزقها على الكيك زي ما احنا شايفين، طبعا على حسب الديزاين المطلوب مننا. ده بيكون الشكل بتاعها بعد ما لزقت. هبتدي بنقطة مية حوالين الصورة عشان اعمل لها اطار للبرواز، وهحط برضو ورد يعني شكل للصورة كده يكون شكلها حلو. الشكل اللي احنا بنحاول على قد ما بنقدر ان احنا بنغير اللي احنا عايزينه. ده عندي سيليكون للورد، السيليكون ده طول ما هو كويس واصلي انا مش بستخدم نشا، لو السيليكون نوع مش اصلي بضطر ان انا ابدره بالنشا قبل ما احط فيه عجينة السكر. بيطلع لي شكل الورد حلو جدا، انا كنت عاملة كذا واحدة قبلها. هبتدي ان انا هقربها اوريكم. بصوا هعمل بس كده شكل الصورة، يعني اخلي الديزاين احنا بنفنن فيه كل واحد على حسب بقى ما هو عايز، او على حسب الاوردر المطلوب منك لو انت بتشتغلي في مجال الكيك. بنثبتهم كده، على فكرة هم بيلزقوا يعني مش بصعوبة، لا بسهولة بالعكس، يعني طالما الورد ده معمول من الأول وناشف شوية بيلزق معانا بسهولة مش بيضايقنا في حاجة، بيستحمل مسكته بايدينا عشان انا عاملاه من بدري وسايباه ينشف. كده خلاص فاضل بس ان انا اثبت التاج بتاعي، وبكده تبقى عندي الكيكة بتاعتي خلصت وتعجبنا ان شاء الله وتعجب ولادنا. انا برضو التاج بثبته بنقطة مية. انا هنقل الكيك بس في مكان اوريكم ازاي يكون شكلها كامل. بصوا شكل الكيك دي اسهل حاجة ممكن نعمل بيها الكيك. لو عجبك الفيديو بتاعنا النهاردة ما تبخليش بيا معايا باللايك، تعملي لايك على الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد، وان شاء الله تعجبكم قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.